الشاهد يختفي. صوت موتوسيكل. ابتدي يعني واتحرك ولا انا زي ما انا؟ فيراري هطلع معنا عشان عطل. هو عباره عن اختراع مشروع تخرج. ستورج اريا في العربيه دي مش مطلوبه. انا معلش انا لابس الحزام، انا مش هسوق، بس انا لابس حزام من فرحتي بيه، شكله حلو قوي على الاسود، اصفر على الاسود، محدث. العربيه مسجره ولا ايه؟ عندنا بعد كده اختيار النافيجيشن عشان اللي قاعد جنبك يبقى وانت لما جايبنا انا ليه؟ انت بتجيب اللي بقوله يعيش مع البوصله ومع العربيه دي. اللون بتاعها اسمه بلو تور دي فرانس، فرنساوي بس يعني مجالس، بس اتمنى تكون طلعت معقوله يعني. طبعا ال 488 من الاول. ثاني ارجع ارجع على الانتيريور يابا وديني. تعالى يا عم شاد، هنا يرقد الوحش، هنا يكمن الوحش. العربيه دي ما بتفتحش الشنطه. اس اف 90 سترادالي سكوديريا فيراري 90 سنه معانا. طيب مش معقول كل ده مش معانا يعني. ها كده معانا طبعا. اما اقول في ست رجلك بقى والتزييق اللي على الارض، حط رجلك على رجل الكرسي، كفايه تزييق خالد. اللون اسمه كورسا روسو، كورسا يعني سباق وروسو يعني احمر، عشان كده فيراري العكس روسو كورسا. طيب انا عشان عندي قحه. دورني اكشني رولينج. اهم حاجه في العربيات الفيراري الموتور طبعا. تعالوا نشوف ايه الحكايه. اول حاجه هتحتك بيها في الموتور ده اللي انا كنت فاكرها طبعا تفتح، لو سبته هينزل. ليه بقى؟ ما فيهوش هيدروليك. عربيه بالسعر ده وبالالف حصان دول ما فيهاش مساعدين ترفع الشنطه. انا اول ما شفت كده اتريقت، بس لما ذاكرت عرفت الناس دي كين قوي ان العربيه يبقى وزنها خفيف، لدرجه ان وزن الاثنين المساعدين بتوع الشنطه مزعلهم، فعملوا سيخ زي بتاع ال 131 بتاع زمان. فاكرين 131 الميرافيوري؟ زي ما شفنا مش حاطين مساعدين للشنطه. يعني انا اشتري عربيه زي دي واحط السيخ زي ما انتم شايفين، سيخ المحمي. طب يلا عشان انا عرقت. زي ما قلت ايه بقى؟ انت رجعتني كنت اقول حاجه ثانيه. طبعا مش معقول يبقى قدامنا انجن زي ده وعربيه 1000 حصان وما نسمعش. شوف ايه اللي بيحصل. يا صلاة النبي احسن، شيل الكلام ده طبعا. كربون فايبر كربون فايبر كربون فايبر، كل حاجه كربون فايبر. الشنطه نفسها العظم بتاعها كربون فايبر. انا مش عارف شنطه عد دي يعمل بيها ايه، مين ممكن يقف فيها مفك؟ ما اعرفش بيعملوا ايه المفك ده. الشيء المهم جدا بقى في شنطه العربيه بتاع الفونكيشة دي. انا الحقيقه حسيت ان انا واقف قدام كفرين، يعني الراجل لسه ما شطبش اسمه ايه ده، هو سيد سوليسيون لسه ما قفلش البتاع. هي مش ريس، هي كلمه عشان تديك روح الريس، لكن هي روتيشنال. الحصان كلها كبيره، كل حاجه كبيره، 1000 حصان و 4000 سي سي ومش عارف ايه. قولوا لاصحابكم ان احنا شفنا حاجه كويسه. النور طفى، هنرغي لحد ما النور يطفي ونروح نولعه تاني. كفايه زقزقه متاخر بقى. دي النهارده على مزاجي، على هوايا، العشق، الحب، الحب الحب. معانا بورشا 718 كيمان جي تي اس. انا بحب اللي يطلب عربيه يطلبها بمزاج. انت مش معايا ليه؟ عجباني الحته الميتال اللي معالجين بيها الجزء بتاع راس المساعد اليمين والشمال، عاملين لها حته كده شكلها شيك، تحس انها حاجه. ده مش راس المساعد؟ طبعا بما اننا مش عارفين نشوف الموتور على الاقل نسمع صوته، فهنسمع صوت المحرك. مزيكا لسه لما يسخن بقى. حياتي حياتي انا. بورشا كايمان جي تي اس، الحب الحب. الفيديو بتاعنا المره دي في اكسبرت برعايه تويز ار اس. معانا لعبه، في مقوله صغيره حقيره بتقول لك صغير بس يحير. تعالوا نشوف الموزه دي ايه حكايتها. قد تبدو للبعض انها
فيات 500 اللي هي فيات تشينكو تشانتو. تشينكو تشانتو دي يعني 500 بالإيطالي، بس لازم أتفزلك طبعا. فيات 500 عادية، بس طبعا والعياذ بالله العربية دي غير الفيات 500 اللي بنشوفها في الشارع خالص 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 خالص، يعني ثالث ليفل من الخالص. دي اسمها فيات تشينكو تشانتو أو فيات 500 أبارث 70th anniversary 595. انت هشتكم. يلا يا عم، يلا يا ول حق، اسبقي انت على البيت وانا جاي. العربيه دي لو شفتها في الشارع خلي بالك منها، بلاش تلعب معاها عشان بجد عربيه مش طايقه نفسها. فيتيس اسمه ايه؟ معلش يا حاج وقف. طبعا ده الفيتيس اللي اتكلمنا عليه اللي هو اسمه نسيته، ابص في التليفون اطلعه. روبوتايزد سيكوينشال جير بوكس. اوكي، ده الفيتيس اللي اتكلمنا عليه اللي هو اسمه روبوتايزد سيكوينشال جير بوكس. اسم مجعلص، سواء عجبني فيه ان هو كله باتنز زي الفراري. نقول ايه تاني؟ شايفني؟ طب وكده؟ طب كده شايفني؟ مش شايفني؟ يا راجل ايه ده، فيها سقف بانوراما. يغدي يغدي، هو ده هو ده اللي هقوله. خلاص قلته. صوتها حلو برده، مش وحش، نوت باد. انما لو حطينا بقى السبورت مود، حماده تاني خالص. ومعاه سفله. اه يا سفله يا واطيه. انا متكيف.